أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية الصف السابع الجغرافيا. عنوان درس اليوم: الأقاليم المناخية، الجزء الأول. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب أن يعطي تعريفاً صحيحاً لمفهوم الأقاليم المناخية، يعدد الأقاليم المناخية، يصنف الأقاليم المناخية في العالم. التهيئة والتمهيد: عرفنا في الدرس السابق العوامل المؤثرة في المناخ، هل تستطيع عزيز الطالب تذكرها؟ أحسنتم، إن العوامل المؤثرة في المناخ هي كالتالي: الموقع بالنسبة لدوائر العرض، الارتفاع عن مستوى سطح البحر، توزيع اليابس والماء، التيارات البحرية، الغطاء النباتي. 5 عوامل تؤثر في المناخ: الموقع بالنسبة لدوائر العرض، الارتفاع عن مستوى سطح البحر، توزيع اليابس والماء، التيارات البحرية، الغطاء النباتي. عزيز الطالب، قم معي بفتح الكتاب المدرسي صفحة 32. لاحظ خريطة الأقاليم المناخية في العالم، ثم أجب عن الأسئلة المرفقة. السؤال رقم 1: لاحظ الأقاليم في شمال وجنوب خط الاستواء، ما الفرق بينها؟ أحسنتم، من خلال الخريطة يتضح لنا أن الأقاليم في شمال خط الاستواء تشغل مساحة واسعة من اليابس عنها في الجنوب، وتتسع مساحة الأقاليم الباردة في الشمال. السؤال الثاني: ما العامل الرئيس المؤثر في توزيع الأقاليم المناخية؟ أحسنتم، القرب أو البعد من خط الاستواء. نكمل باقي الأسئلة. السؤال الثالث: اذكر الأقاليم ذات الامتداد الواسع على الخريطة. أكثر الأقاليم امتدادا هي: رائعون، الإقليم الاستوائي، الإقليم الصحراوي، الإقليم القاري. السؤال الرابع: تأمل الأقاليم المناخية في العالم ودون ملاحظاتك وناقشها مع معلمك. تختلف الأقاليم المناخية بسبب اتساع مساحة اليابس، وكذلك بسبب تنوع العوامل المؤثرة في المناخ. الهدف الأول أعزائي الطلاب: يعطي الطالب تعريفاً صحيحاً لمفهوم الأقاليم المناخية. أولاً، الإقليم المناخي. ماذا يقصد بالإقليم المناخي؟ هيا بنا سوياً نقرأ هذا التعريف سوياً. منطقة متشابهة في خصائصها المناخية من حرارة وأمطار ورياح ورطوبة، ومتميزة عن غيرها من الأقاليم المجاورة. نعيد مرة ثانية: منطقة متشابهة في خصائصها المناخية
من حرارة وأمطار ورياح ورطوبة، ومتميزة عن غيرها من الأقاليم المجاورة. الغلق البنائي. عزيز الطالب، اكتب ما تشير إليه العبارة التالية. أمامنا عبارة، ها هي: منطقة متشابهة في خصائصها المناخية من حرارة وأمطار ورياح ورطوبة، ومتميزة عن غيرها من الأقاليم المجاورة. رائعون، لقد حفظتم المفهوم بسرعة. الإقليم المناخي. يشير هذا التعريف إلى مفهوم الإقليم المناخي. الهدف الثاني، أن يعدد الطالب الأقاليم المناخية في العالم. أعزائي الطلاب، هيا نعدد سويا أهم الأقاليم المناخية في العالم. رائعون، إني أستمع إليكم. الأقاليم الحارة، الأقاليم المعتدلة الدفيئة، الأقاليم المعتدلة الباردة، الأقاليم الباردة القطبية. نعيد سويا: الأقاليم الحارة، الأقاليم المعتدلة الدفيئة، الأقاليم المعتدلة الباردة، الأقاليم الباردة القطبية. إذن الأقاليم المناخية في العالم تقسم حسب هذا التصنيف إلى 4 أقاليم رئيسة: الأقاليم الحارة، الأقاليم المعتدلة الدفيئة، الأقاليم المعتدلة الباردة، الأقاليم الباردة القطبية. الغلق البنائي. عدد أهم الأقاليم المناخية في العالم. عدد أهم الأقاليم المناخية في العالم. أحسنتم. الأقاليم الحارة، الأقاليم المعتدلة الدفيئة، الأقاليم المعتدلة الباردة، الأقاليم الباردة القطبية. رائعون أعزائي الطلاب. الهدف الثالث، أن يصنف الطالب الأقاليم المناخية في العالم. عزيزي الطالب، ارجع للشكل البياني بالكتاب المدرسي صفحة 33، ثم أكمل التصنيف التالي. ها هي الأقاليم المناخية الرئيسة في العالم: الأقاليم الحارة، الأقاليم المعتدلة الدفيئة، الأقاليم المعتدلة الباردة، والأقاليم الباردة القطبية. من منكم توصل إلى التصنيف؟ أحسنتم، رائعون. تنقسم الأقاليم المناخية الحارة إلى، ممتازون، الإقليم الاستوائي، الإقليم المداري، الإقليم الصحراوي. الأقاليم الحارة تنقسم إلى الاستوائي، المداري، الصحراوي، بينما الأقاليم المعتدلة الدفيئة تنقسم إلى الإقليم الصيني وإقليم البحر المتوسط. الأقاليم المعتدلة الدفيئة تنقسم إلى الإقليم الصيني وإقليم البحر المتوسط، بينما الأقاليم المعتدلة الباردة تنقسم إلى 3 أقاليم فرعية، هي: أحسنتم، اللورنسي، القاري، غرب أوروبا. اللورنسي، القاري، غرب أوروبا، بينما الأقاليم الباردة القطبية، ويقصد بها الإقليم القطبي. والآن مع الغلق البنائي لهذا الهدف، أذكر
الأقاليم المناخية الحر. هناك من توصل سريعا للإجابة، أحسنتم رائعون. الأقاليم المناخية الحرة تنقسم إلى 3 أقاليم فرعية، هي أحسنتم الاستوائي المداري الصحراوي. إذن الأقاليم المناخية الحرة هي الاستوائي المداري الصحراوي. ملخص الدرس: درسنا سويا في هذا الدرس ما يلي: مفهوم الأقاليم المناخية، منطقة متشابهة في خصائصها المناخية من حرارة وأمطار ورياح ورطوبة، ومتميزة عن غيرها من الأقاليم المجاورة. أهم الأقاليم المناخية: الأقاليم الحارة، الأقاليم المعتدلة الدفيئة، الأقاليم المعتدلة الباردة، والأقاليم الباردة القطبية. تصنيف الأقاليم المناخية في العالم: حيث تنقسم الأقاليم الحارة إلى الاستوائي الصحراوي المداري، بينما الأقاليم المعتدلة الدفيئة الصيني والبحر المتوسط، والأقاليم المعتدلة الباردة اللورنسي القاري وغرب أوروبا، وتوجد الأقاليم الباردة القطبية. الغلق الختامي: الكتاب المدرسي، صفحة 38، السؤال 3: عرف مفهوم الإقليم المناخي. أحسنتم رائعون. منطقة متشابهة في خصائصها المناخية من حرارة وأمطار ورياح ورطوبة، ومتميزة عن غيرها من الأقاليم المجاورة. أذكر الأقاليم المناخية المعتدلة الدفيئة. رائعون، توصلتم إلى الإجابة الصحيحة. الإقليم الصيني، إقليم البحر المتوسط، الإقليم الصيني وإقليم البحر المتوسط. إذن الأقاليم المناخية المعتدلة الدفيئة تنقسم إلى إقليمين فرعيين، هما الإقليم الصيني وإقليم البحر المتوسط. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.